السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية هالخيرة والروال الجارية المغربية، والناس مالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. عيالات رجال أبنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 5 شهر 3 2023، بدينا عند الحاج محمد هنايا ولد المعطي. كما تشوفوا الخيرات تبارك الله، اللحمة حمراء والخيرات موجودة، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا بكم. الحاج محمد ما تيقرتش اللحم اللي جا تيعطيه، راجل ظرافات وراجل زين. وصلت لك كما تشوفوا ما تيفصلش اللحم واللي جا تيعطيه معروف هنايا الناس. شحال السي الحاج اليوم؟ شحال اخويا؟ 75 درهم. 75 درهم؟ 75 درهم باش طايح. باش طايح ب 75؟ 75 درهم مليح، احنا كندوي لك على المليح، كندوي لك على السلعة اللي ما تحشمناش مع الناس، راه كنبيعوا ب 75 درهم حتى 80 درهم. الحاج محمد معروف هنايا بحد ولاد عبدون بخريبكة، ما عندي ما نقول، اللحمة حمراء وزينة والمليح، ديما المليح. وتحياتي لكلشي. الكلشي مرحبا، راه ما تيقرتش اللحم واللي جات يعطيه، معروف هنايا الناس، معروف هنايا الناس كما تشوفوا معنا. كنوريوه لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان داخل الوطن أو خارج الوطن. علاش شتك اليوم دارك البرد؟ مسكين، الله يبغينا لك الشفاء يا إبراهيم. هذا ولد الحاج محمد تا هو ظرافات، هذا مول الطربوش الأحمر هشام، راجل ظرافات راجل زين، وديما لحمة العجل والغنمي والبقري كما تشوفوا معنا. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا بكم جميعا. هذا الخيرات تنوريوها للحباب تاعنا، وراه عنده الحانوت في مدينة خريبكة، راجل ظرافات وراجل زين، وديما لحمة حمراء وزينة كما تشوفوا معنا. حد ولا تعبدون هاد الخيرات تبارك الله ديما المليح. هادي الطلعة كيما تتشوفوا الظرافات. شحال الخيرات السي هشام؟ 75 درهم. 75 درهم اللحمة زينة ولحمة العجل 75 درهم. تبارك الله على السي هشام. مرحبا السي هشام، مرحبا. ما عندي ما نقول السي هشام، انت راجل معلم وعندك سلعة زينة وما عندي ما نقول. والغلمية بشحال بعت يا سي هشام؟ 80 درهم. كي كوتليت كي اللحم؟ كوتليت 90 درهم. راجل الظرافة انت ما عندي ما نقول، والسلعة هذاك الشيء السوبر تاع السلعة. هذا عبد الرحمن خلفي راجل قديم وراجل زين كما تشوفوا. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. شوف اسيدي وتنسلموا على الناس في الطاليان. توي بالجهد باش تسمع. فارس عبد الرحمن وفارس نور وفارس رايان. فارس عبد الرحمن مراد. تسلم عليهم من هنا تلقورينو. تشاهدوا قناة زيتون مرجان. زيتون مرجان. مرحبا سي الحاج عبد الرحمن. احنا تنحييو هاد الناس اللي ذكرتي لينا، كل واحد والاسم تاعو. والحباب تاعنا في مكانه. وشحال اليوم السي عبد الرحمن؟ 16 باش طيحوا. اي مترنك تحت السي عبد الرحمن. 16 هو السوق صبار الرعد. الله يرجع فيك. شي طيح عليه ب 15، شي طيح عليه ب 16، شي طيح عليه ب 14. هذا هو اللي كاين. فعلا السوق ضيخ كما قال السي عبد الرحمن، راه معلم ماشي ساهل. كله مع متلاقى. بحال صبار الرعد، شي واخد ب 14، شي واخد ب 15، شي واخد ب 16. وني المليح؟ راه كاين المليح، راه ما نهضروش على لحم الثور والمليح. العجل السي ماشي عرفت عرفت، شي حاجه اللي سوبر، شي حاجه اللي زينه تنوريوها جميع المشاهدين. تبارك الله الحسين ود عمي، راجل ظرافات وراجل زين واللحمه حمراء، وديما يخدم شي حاجه اللي صغيره بزاف.
وشحال السيد حسين هادشي؟ 15 عرفت هذاك الشيء بحال الغلمي ما عندي ما نقول السيد حسين وراه درافات ونقول جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان داخل الوطن وخارج الوطن لكن انتو داخلين المملكة المغربية وباليكم الحسين وباغي تاخذوا اللحم خذوا لينا مع الحسين راجل درافات والخدمة عنده زينة تبارك الله لك الحسين الله يسهل تتسوق السبت تاع الفقرة والاربعة الكفاف تتسوق مع الحاج هشام ود احمد السبت الفقرة الاربعة الكفاف وحد ولاد عبدون بكريمكا ما تتمشيش لهذيك اسمو والثلاثة الكنازيز ما تتمشيش يلا كي داير السي بخير صبر معاك هذا ولا بارك تخلص شتك عندك فلوس بزاف قاعدك بغيتي تخلصي بها اللحمة حمراء وزينة شحال هاد 15 كلشي ممكن متفقين اليوم على 15 مية على 15 هو قال لي بالك كسبتك ولا غير شريتي عشان ياك تقابلك مزيان كيفاش كان السوق؟ قال لي تقابلني ب 14 مليون شحال؟ ب 14 قال لي ولكن اللي قالوا ما لحقاش ما لحقاش الا ما يحاسب يحط لي 14 ولا ما كانش 14 على حسابك انت ما حاش لحقه 14 مليون باش تضربه جيده اللحمة ما عادي ما نقول صافي اهو زينة تبقى ابو شعيب كيما تتشوفوا اللحمة حمراء وزينة تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيت المرجان وراجل زين كيما والمليح المليح ديما ديما المليح عند ابو شعيب هنايا تنشق هما وعبد الرحمن ياك سي ابو شعيب تنشق هما وعبد الرحمن وشحال الخيرات اليوم؟ شقنا عبد الرحمن ما غتفك العب بيجي ديال الزهر. الكلام. صافي قال لي غتفك العب. هي كاين الغلا عندكم اليوم. اليوم غتفكنا غتفك العب بيجي ديال الزهر. يا ربي السلام يا ربي فعلا كما قلنا البيع والشراء تاع عند البقر بحال الصبان الرعد كله باش طيح شي ب 16 شي ب 14 شي ب 15 هذا هو اللي كاين تنقولوا للمشاهدين قناه الزيتون المرجان واني المليح بالثمن تاعه. اللي هو مليح بالثمن تاعو وبشحال غتبيع السي بو شعيب اليوم؟ 15 انا شاد صاحبنا خلصنا ب 16 اييه ولا راه عنده اليوم اليوم عنده الغلا لكن اليوم صاحبي يا سيدي محمد غادي يخلص لي اليوم ب 16 صافي تخلص عنده ب 16 على حسابي على حسابي اخوت ب 16 تنحيوا جميع المشاهدين قناه زيت المرجان داخل الوطن او خارج الوطن هذا راه الدين ولد الاميري كما تشوفوا معنا في حد ولد عبدون بخريبكه وعندو الحانوت في مدينه خريبكه في المسيره راجل طرافات وراجل معروف ماشي زيتوني اهلا الله يحفظك الله يبارك فيك اهلا بخير الحاجه كيف بحال كاليتي على حسابك لا ما كانش مليح ولا عجل واللحم كيبيع غير ب 70 درهم هو دابا حضروبه اليوم ضروبه بلديه ضروبه مليحه مليحه لحمة تزينة الحانوت صيفط لي عجل واخا حيت عندو الحانوت في مدينة خريبكة هما كيف كيف كيما تشوفوا وبشحال تتبيع فيه اليوم؟ 70 درهم 70 درهم 14 مية 14 مية في الحانوت وهنا الحانوت وهنا 14 مليون صافي اللي جاب الله وقف لا ما عندي ما لا شي حاجه هي السوبر ما نعاودوش الهضره شي حاجه رفيعه ممتازه الحمد لله تبارك الله على السيرة والدين كي الحانوت كي هنا كي الحانوت كي هنا 70 درهم 70 درهم شوفوا راه اللحمه ب 70 درهم لا شحمله والو ها العام هذاك الشيء اللي بغيتك دير ليا لا شحمانه والو واللحمه مهبره اييه اييه لا شحمانه والو اللحمه مهبره وزينه ما عندي ما نقول السي راودي الحمد لله حتى ولد الاميري راه ضرافات وراجل زين الحمد لله 70 درهم هي اللي يقول 70 درهم 14 مية عاد يجي يدوب في المنطقه كما نقولوا المشاهدين قناه زيتون المرجان عاد ولد الاميري فين؟ في المسيره في المسيره ريش كما تشوفوا هنايا في حد ولد عبدون بقريبكه راجل زين وكما تشوفوا ديما تيخدم ضروبات بحال الغلمي شي حاجه صغيره شي حاجه زينه
حتى نوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان داخل الوطن أو خارج الوطن. الله يحفظك، شكرا لك، الله يبارك. محيريش شحال تبيع اليوم؟ 75 درهم. واللحمة حمراء وزينة كما تشوفوا، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. هذا هو الفقري لامين تاع السبت الفقراء، راجل ترافات هو قال لامين تاع السبت الفقراء، راجل مخير تيخدم البكري بحال الغلمي تبارك الله. وشحال الخيرات اسي؟ والله 15 100 هي اللي كاينه. بارك، ما كاين والو بزاف. كاين الله في ملكك.